واضح كده ان المكان ده هو المفضل عندك للمقابلات. عندنا ولا عندك انت؟ انت ليه دايما بتفكرني يا هشام؟ انا بصدق انسى الموضوع ده، نفسي امحي من ذاكرتي كانه ما حصلش. انت زعلان على الراجل اللي مات؟ زعلان عشان خاطر ابويا هو اللي طلعني منها. غريبة، المفروض تفرح انك ليك ظهر وسند يلحقك قبل ما تقع. عارف انا كنت ممكن افرح لو كان عمل كده عشان خاطر هو بيحبني، لكن هو عمل كده عشان خاطر هو خايف على اسمه، عشان اسمه ما يتلطش وبس. قول لي صحيح، ومين اللي قال لبابا ان انا قابلت عادل؟ انا انت يا هشام؟ طب ليه؟ ده لما فكرت افتح شركه من ورا ابويا وقلت عايز حد امنه على ده، اول واحد جه في دماغي كان انت. زعلش مني يا ماجد، هي دي طبيعه شغلي مع ابوك وده كان دوري، بس للاسف ابوك ما عملش اي خاطر اللي انا عملته عشانه. ما علينا، انا سمعت ان انتوا خلاص اتفقت انت وعادل وهتمضوا. احنا ماضينا اصلا خلاص اوريدي. يا سلام، وانت وشك قلب بقى كده ليه؟ ما كنتش حابب انك تشارك واحد زي ده. يعني ايه يا هشام؟ يا هشام انت اللي معرفني عليه. قول لي الاول، انتوا اتفقتوا في العقود على ايه؟ على تصدير الفراخ، هو عليه الشحن والتوريد وانا عليا التخزين والتوزيع. الفراخ دي مالها؟ الفراخ دي فاسده. فاسده؟ يعني ايه فاسده؟ يعني انا ابويا انت قصدك تقول ان هو طول الفتره دي بيتاجر في فراخ فاسده؟ للاسف هي دي طبيعه شغل ابوك من البدايه، اللحوم والفراخ الفاسده. ناس بيجي لها تسمم وبتموت، وناس مناعتها قويه وبتعدي وهي ماشيه. عارف يا ماجد، ابن اسر كان هيروح ضحيه لحاجه زي دي من كام يوم، ساعتها افتكرت المثل اللي بيقول ان طباخ السم لازم يدوقه، ولان ربنا عارف ان عمري ما هاخد الخطوه دي من نفسي فجابها هو من عنده. ابوك مشاني. فانت خلاص بقى قررت ان انت تتوب وتلبسنا انا في 60,000 داهيه. طب اعمل انا بقى دلوقتي؟ ولا حاجه، هتروح لعادل وتقول له انا عايز افض الشراكه وتجيب العقود نقطعها. يا سلام، بالسهوله دي وهروح مديني العقود؟ اه، ولو قال لك لا؟ تعالى لي وانا ان شاء الله هلاقيها لا صرفه.